بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد من فيديوهات مملكة تطوير الذات. وفيديونا لنهار اليوم سوف نتكلم عن عدو صامت يلتهم علاقاتنا بدون رحمة ولا شفقة. ناكر الجميل، العدو الصامت، موضوع الجديد في تحليل عميق إن شاء الله راح ينال إعجابكم وينال رضاكم بالتأكيد. قبل ما ندخل في الموضوع ما تنساوش تحطونا اللايك فضلا وليس امرا، وما تنساوش اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم جديد الكوتش ومحتواها في تطوير الذات وتقوية الشخصية والابتعاد عن كل ما هو سلبي. على بركة الله نبدأ في درسنا لنهار اليوم. جيبوا لنا مشروبكم المفضل، حطوا لنا السماعات وانصتوا، واذا حبيتوا تكتبوا ما نقولوش لا، جيبوا ورقة وقلم ويلا بينا. ناكر الجميل والعدائي هو موضوع اليوم. إذا ناكر الجميل بدون وجه حق هما مفهومان يتناولان العلاقات الإنسانية من منظور سلبي للأسف، حيث أن ناكر الجميل والعدائي يعكسان جوانب مظلمة من النفس البشرية المريضة بالكثير من السلبيات. سجلوا: كالشك، الغيرة، الحسد، الحقد، الوسواس، الكذب، النميمة، الضغينة، كره الناس، كره الذات، نكران الذات وما شابه. في هذا الموضوع بمنظوري وعلى حسب تجاربي سأكتشف، والله سأكشف أبعاد هذين المفهومين وتأثيراتهما على الأفراد والمجتمعات. لذلك قلت لكم شدوا الأحزمة وأنصتوا. أولا، ناكر الجميل هو الشخص الذي لا يقدر المعروف أو الإحسان الذي قدم له للأسف من قبل الأشخاص عدة أو شخص معين، ويظهر عكس ذلك بالتجاهل أو الإساءة والتطاول على صاحب الجميل بدون وجه حق للأسف. من أهم أسباب نكران الجميل ومن أهم أسباب أن الشخص يصبح ناكرا للجميل، أولا عدم الوعي. قد يكون الشخص غير مدرك تماما للمساعدة التي تلقاها في الكثير من الأحيان، يعلم لكنه يعض اليد التي مدت له لأنه خسيس وبلا مبدأ وحقير للأسف. ثانيا، الأنانية والحقد. من أهم أسباب نكران الجميل الأنانية والحقد، وذلك بالتركيز على الذات وعدم الاعتراف بمساهمات الآخرين والحقد عليهم وعلى ما عندهم من إيجابيات لا يمتلكها هو للأسف، لكونه شخص سلبي مليء بأمراض عفوا المجتمع التي سبق وأن قلتها، وهي الحقارة والنذالة وقلة التربية والخساسة وعدم وجود مبدأ أصلا في حياة ناكر وناكرة الجميل للأسف. ثالثا، من أسباب نكران الجميل التربية التي تربى عليها أو رب نفسه عليها. أحيانا ينشأ المرء بين أسرة متكاملة، لكن لأنه مريض يربي نفسه على أشياء عكس الوالدين، عكس الإخوان، وأحيانا كثيرة البيئة هي التي تساهم في وجود هذه السلبيات في نفوس بعض الأفراد. أوكي، لكن بين قوسين وما نكذبوش على بعضنا، الإنسان ميزه الله بالعقل، حتى وإن ربيت بالحقد والغيرة والنميمة، لكن كي تكبر وتميز بين الصح والخطأ تقدر تربي نفسك. ما نكذبوش على الناس وما نكذبوش على أرواحنا. أولا، شفتوا البنت مثلا البنت اللي تتزوج تكون متربية على سلوكات، على نوع من الألبسة، على طريقة من الكلام، النوم، كذا وكذا عند أهلها، كي تتزوج وتكتشف أنه المحيط الجديد يعني عكس تربيتها، عكس مستواها، فرايحة تتأقلم معه. أغلبية يتأقلموا معه حتى يعيشوا، صح ولا لا؟ لا، فهذا هو النقطة نتاعنا. يعني الإنسان اللي يكون مريض نفسيا
ما نهدروش على المريض النفسي اللي لازم له علاج نفسي ولازم له أدوية وما شابه، لكن الإنسان اللي قادر يربي نفسه قادر يربي نفسه، فما نكذبوش على روحنا. إذا السبب الثالث هو قلنا التربية التي تربى عليها أو ربى نفسه عليها، فتنشئة الفرد في بيئة لا تشجع على الامتنان والتقدير يجعله مريضا بالسلبية. هذه الأسباب. من تأثيرات نكران الجميل، أولا تدمير العلاقات، وهذا يؤدي إلى فقدان الثقة بين أفراد العائلة، بين الأفراد العمل، بين الأصدقاء في الواقع والمواقع، بين أفراد المجتمع ككل. يعني نكران الجميل يؤدي إلى قطع صلة الرحم وصلة الخير وصلة المعاونة والتعاون بين الناس، لأنه أنا شخصيا تعرضت إلى نكران، تعرضت إلى خيانة، لماذا أساعد؟ لماذا أجعل نفسي عرضة لنكران آخر؟ فهمتوني؟ فالناس اللي كما هذه الناس المريضة اللي تتسبب في مشاكل هي غنى في غنى عنها، رايحة تؤدي إلى قطع العلاقات وإدخال الشخص المغدور به في دوامة الشك من العلاقات القادمة، الشك في الناس، الشك في نفسه حتى. أوكي؟ بالنسبة للتأثير النفسي، يشعر المغدور به والمنكور فضله بالإحباط والخيانة بدون سابق إنذار للأسف، بالتالي رايح كما نقولوها يلم نفسه، يبطل أنه يساعد، يبطل أنه يتراحم مع الناس، يبطل أنه يتعاون مع الناس، تروح الرحمة من قلبه، تختفي السلوكات الإيجابية وتروح إلى سلوك الشك في كل من يقصده، في كل من يتقرب منه، وبالتالي ناكر الجميل للأسف هو فاسد، وزاد فسد الناس وفسد المجتمع والعلاقات انتهى. ثاني نقطة نتكلم عن العداء أو العداء، هو شعور أو سلوك يتسم بالتحامل والكراهية والغيرة والحقد والحسد اتجاه الآخرين. معناه الإنسان اللي يكون فيه صفة العداء أو يكون عدائي هو إنسان أصلاً قلبه مليان بالكراهية من هذاك الشخص، ويغير منه، يحقده، يحسده بدون سبب، هكذا لله في لله، هو يكره ذاك الشخص، بالتالي رايح يتحامل عليه ويخبي في قلبه ويخبي هذاك السم، والسم نتاعه قاعد غير يكبر يكبر يكبر، باسكو لا راه يغذيه بالسلبيات، يغذيه بسلوكيات سالبة تماما، بالتالي واش راح يصير؟ راح يولي إنسان عدائي، ورايح يحب يجيب الثار نتاعه اللي اصلا ما عنده ولا ثار وما عنده حتى حرب يخوضها الا حرب النفاق وحرب نكران الجميل. من اسباب العداء، سجلوا معي، الخلافات الشخصيه. اولا خلافات شخصيه، الخلافات هذه قد تنشا من اختلافات في الراي او القيم او الشعور بان الطرف الاخر قوي وناجح. يعني بالمختصر ممكن يكونوا صديقين أو قريبين أو زميلين في العمل يختلفوا في الرأي، فهناك شخص رأيه طاغ والآخر رأيه لا صحة له، بالتالي هذاك الإنسان بما أنه رأيه ماهوش معروف ورأيه ماهوش مقبول عند الناس، فتجي هذيك التحامل، هذيك العدائية في قلبه ويخبيها وتكبر معه مع الوقت. اوكي، وكاين الناس حتى بدون اختلاف اراء، بمجرد انه يلاحظ انه هذاك الانسان عنده شخصيه قويه، ذاك الانسان ناجح في علاقاته الشخصيه، في محبه الناس دون مقابل، في التفاف الناس به دون مقابل، هنا تشتغل فتره وفقرة الغيرة والحسد، وبالتالي يتحامل ويحمل في قلبه ما لا يحمد عقباه للأسف بدون سابق حق ولا إنذار. ثانيا التحريض الاجتماعي أو التجارب السلبية، عفوا قبل، ثانيا التجارب السلبية السابقة لهذا الإنسان ناكر العدائي وناكر الجميل. تؤثر تجاربه السلبية السابقة في
كيفية نظر الفرد للآخرين، وكيف يشتغل الغل والحقد والحسد اتجاهه. فهمتوني؟ كاين الناس ممكن كانوا عاديين، لكن تجاربهم الفاشلة، كل ما يتعرضوا للتنمر، كل ما يتعرضوا للخزي، بالتالي يبدأ الإيجابي، الجانب الإيجابي فيهم يموت، ويطغى الجانب السلبي، ويتحملوا على الناس، ويوليوا يكرهوا كامل الناس اللي قلناها من قبل أنه هذا ناكر الجميل، هذا الخداع، هذا الغدار، هذا العدائي. لما ينشر السم نتاعو في أصدقائه، بالتالي راح يخليهم يتغيروا من الجانب الإيجابي إلى السلبي. للأسف يوليوا يخافوا من كامل الناس، يوليوا يشكوا في كامل الناس أنها غدارة، أنها ممكن تطعن في الظهر، أنها ممكن تفشي الأسرار، وبالتالي راح يأثر عليهم. فكاين من يتأثرون سلبا ومن يتأثرون إيجابا، إلا من رحم ربك. فناكر الجميل أو العدائي قد يكون من الناس الذين تعرضوا لهذه المواقف أصلا، وبالتالي اكتسبوها بالتجربة، فصاروا ينتقمون بنفس السم. فهمتوني؟ يعني إنسان نكروه فأصبح ناكرا، لكن هو النكر نتاعو زاد في الفوليوم، زاد في الشدة نتاعو، زاد في النسبة الجميلة نتاعو، زاد النكر نتاعو، طغى طغى طغيانا كثير كبير. ثالث نقطة، التحريض الاجتماعي. العدائي هذا قد يؤدي المقربون منه أو الإعلام أو العوامل الاجتماعية إلى تعزيز العداء فيه بينه وبين الآخر، كما سبق وقلت في النقطة اللي فاتت. فممكن يعني دوك احنا نهضروا على العداء هنا في هذه النقطة بكل الوسائل. ممكن عداء دولي تاع طائفي تاع ديني اجتماعي، فهمتوني؟ يعني بمفهوم كامل. يعني ممكن وسائل الإعلام هي اللي تكبر النار بين دولة ودولة، بين أخ وأخ، بين صحفي وصحفي، ممكن المجتمع تاعنا، ممكن العائلة بحد ذاتها بين كنا وكنا، ممكن في أصدقاء في الواقع أو المواقع، صديق وصديقة، ويحبوا يشعلوا النار والفتن. بالتالي التحريض الاجتماعي أيضا يلعب دور كبير في أنه ينمي صفة العدائية في نفس المريض النفسي، في نفسه. أوكي. بالنسبة لتأثير العداء والعدائية، انقسام المجتمعات، وهذا ما يؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية أيا كان نوعها. تزايد العنف، حيث يمكن أن يتحول العداء إلى أفعال عدوانية وردود فعل غير مرغوبة، كالسب والشتم والشجارات بالأسلحة البيضاء والسوداء والحمراء إن طالت الأيدي ذلك. أوكي. لأنه في حالة الإقفال، في حالة نكران الذات، نكران الجميل، الغدر الغير مسبوق، قد يتحول المغدور إلى شخص خارق للأسف. المهم أنه يرجع حقه. في نقطة أخرى نتكلم عن العلاقة بين نكران الجميل والعداء. غالبا ما يرتبط نكران الجميل بالعداء، والذي يكون فيه الناكر العدائي لا يعترف ولا يقدر المعروف، بل ويحولهما إلى مشاعر سلبية تجاه الشخص الذي قدم المساعدة خاصة بدون وجه حق. فهمتوني؟ يعني الإنسان هذا ناكر الجميل، واللي فيه أيضا العدائية. يعني كاين الناس تنكر الجميل من تحت لتحت، وش درتي لي وخلاص، بصح كاين الناس تنكر وتبلعط عينيها، تنكر وتزيد تحل فمها وتهدر هدرات وتتكلم كلام ليس له من المنطقي حرف، وتجيب غير السلبي، تجيب اتهامات واهية، شكوك زائفة، فقط باش تنثر الغبار على أعين الناس اللي يعرفوا الطرفين، أكيد يعرفوهم ويعرفوا الطرف الآخر. كيف نتغلب على هذه المشاعر إذا كانت فينا؟ وأنا قلت لكم في الحلقات اللي فايتة، ماشي عيب الواحد يكون فيه سلوك سلبي، العيب أنه تكون على بالك كاين سلوك سلبي وتعرف العلاج نتاعو وما تعالجش نفسك. إذا كيف يمكن التغلب على هذه المشاعر؟ تبعوني. أولا، تعزيز ثقافة الامتنان، وذلك بتشجيع الناس على تقدير ما يقدم لهم. ثقافة الامتنان يا ناس، أي واحد
أعمل لك خير. يا لو كان كنت ماشي في الطريق وتبسم في وجهك وأنت في لحظة ضعف، في لحظة حزن، فراه دار فيك خير كبير. يعني يا ناس، اللي ما يشكرش الناس ما يشكرش ربي، اللي ما يفرحش بالناس ما يفرحش بيه ربي. وهي رايحة، يعني هنايا أبسط شعور دخله لك إنسان، خليه في ذكرياته، خليه في مذكراته، خليه يحسب له وليس عليه. فما بالك واحد يدير فيك خير كبير، ممكن جدا يسلف لك حتى دراهم إنك تخرج من إمكانية إفلاس، إمكانية فقر، إمكانية تدمير، إمكانية عدم نجاح عملية، وفاة وما شابه. يعني كاين ناس تلحق بهم يدعموك بالدراهم، يدعموك بالغالي والنفيس، في الآخر تنكر خيره. لماذا؟ ثاني شيء، كيف يمكننا التغلب على هذه المشاعر؟ التواصل الفعال، وذلك بفتح مجالات للحوار بين الأفراد لتجنب سوء الفهم. يعني إذا حدث وصار في مشكل كي من هذا بين ناس، تهاوشت ناس، تنازعت على شيء، ما عليهش الواحد يخلي من نفسه ويفتح مجال للحوار. المجال هذا ممكن يكون مرئي، سمعي، مكتوب، يعني على حسب العلاقة وعلى حسب أنواع الأشخاص وعلاقتهم. ممكن يعني تكونوا من العائلة، فمعليش الواحد يروح من مكان لمكان ويزور الفرد الآخر ويحاول يفهم علاه المشكل هذا صار. معليش يكتب له رسالة، معليش يبعث له رسالة مصورة، فويس، وما شابه. المهم تحل المشاكل. هذا إن كان ناكر الجميل هذا لم يتعدى حدوده، اوكي، لم يتعدى حدوده، ولم خرجش السم نتاعو خروج عن المعتاد. ثالث نقطة والأهم هي التعليم والتوجيه، وهذه النقطة نركز فيها على الأمهات أولا قبل الآباء. حاولوا يا أمهات ويا آباء أن تعلموا أطفالكم من الصغر أهمية تقدير الجهود المبذولة من قبل الآخرين، وأهمية الشكر، أهمية الامتنان، أهمية صيانة الأمانة فعلا وقولا. علموا أطفالكم يبعدوا عن الغيرة، علموا أطفالكم ما يتمناوش حاجة ما هيش عندهم وهي عند الغير، بالتالي راح تنمو معهم سلوكيات غير لائقة كالحقد، الغيرة، حب التملك، حب التسلط، النرجسية وما شابه. لذلك يا قوم يا قوم يا قوم يا أمهات ويا آباء، التربية من الصغر كالنقش على الحجر. ربوهم على حب الناس، ربهم على حب المشاركة، على الأمانة في القول والفعل، ربوهم على الصدق، ربوهم على الاكتفاء الذاتي، على حب ما لديهم وما لدى الناس، على عدم البغض، عدم إفشاء الأسرار. بالتالي كل ما يكبروا وهما عندهم هات القيم، راح تكبر معهم شخصية قوية مدعمة بسلوكات وأفعال يعني كامل إيجابية تخدم الشخصية نتاعهم في المستقبل القريب والبعيد. وكخاتمة لموضوعي، نكران الجميل والعداء هما ظاهرتان تؤثران على العلاقات الإنسانية بشكل عميق. إذا فهمنا أسبابها وتأثيراتها وتمكننا من العمل على تعزيز قيم التعاون والامتنان بين الأفراد، فهذا سيساهم بشكل كبير في بناء مجتمعات، على الأقل مجتمعات صغيرة. يعني مجتمعات، الأصدقاء عندهم مجتمع خاص، العائلة مجتمع، زملاء العمل يسمى مجتمع، مش شرط المجتمع يكون دولة بأكملها، أوكي؟ فهذا راح يساهم في بناء مجتمعات أكثر تلاحم، أكثر سلام، أكثر محبة ومودة وخوف على الطرف الآخر من الغير وليس من النفس. فالناس اللي تحب بعضها تخاف من العدو البراني كما نقول، الإنسان اللي بعيد عليك اللي تخافي منه، ماشي تخاف من صديقك ومن عيلتك ومن حبيبتك ومن زوجتك ومن زوجك ومن طفلك أنه ينكر جميلك ذات يوم. فهمتوني؟ لذلك دائما تذكروا، من عمل عملا صالحا في وقتنا يؤجر عليه، لكن بمنظوري أنا، من عمل عملا صالحا في وقتنا
عليه الاستعداد للخذلان في أي وقت كان، كما يستعد للامتنان. يعني كنا نقوله دير الخير وانساه، ودير الشر وتفكره، حتى إذا يعني صاحب اللي درت فيه الشر يرجع لك شرك ما تكونش مصدوم، لكن الخير اللي يرجع لك شر هذه هي الصدمة الكبيرة. لذلك من مفهومي وكنصيحة مني بعد التجارب الكثيرة اللي خضتها واللي راح تكون في قصص واقعية قريبا على القناة، ديروا الخير وقعدوا تستناو يدور عليكم، اوكي؟ باش نهار يدور عليكم الشخص اللي درتوا فيه الخير ما تجيكمش صدمة العمر، والله ما تجيكم صدمة العمر وما تتحرك فيكم شعرة، لأنه أصلا كنتوا حاطين له 50% رايح يدور عليك، و50% راح يصون الخير نتاعك ويصون العهد اللي بيناتكم أيا كان نوع العهد، اوكي؟ إذا اللي لحقوا معايا لهنا وعجبهم الفيديو أكيد نقول لكم حطونا لايك فضلا وليس أمرا، زيدوا حطونا تعليق بما استفدتم منه في هذه الحلقة المباركة اللي معلبش راح تجيكم الصباح مع فنجان القهوة والله ليلا. اللي مازال ما اشتركوش وعجبهم الموضوع أيضا نقول لكم غير اشتركوا فعلوا الجرس ليصلكم جديد الكوتش وما تحتويه من جديد الكوتش وما تحويه قناتها من دروس ومواعظ وقصص عن الواقع المحش. أيضا ما تنسوش تبارتاجونا الحلقة مع الأصدقاء والعائلة لتعم الفائدة بحول الله. إلى هنا نقولكم ما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب، دمتم سالمين وعلى الله دائما متكلين. سلام سلام.